مساء الخير للجميع. طبعا في الغد لدينا تدريبات، وبعد الغد لدينا مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا. نريد أن نعود للانتصارات كما بدأنا الدوري. للأسف تلقينا خسارة ثقيلة أمام الدحيل، ولكن سنحت لنا العديد من الفرص في تلك المباراة. سجلنا قبل الدحيل في تلك المباراة، ولكن للأسف لم نستطيع الحفاظ على النتيجة. طبعا نقاط مباراتنا أمام قطر هامة للغاية للعودة إلى المسار الصحيح. قلت مرارا وتكرارا أن الدوري القطري تغير كثيرا وأصبح قويا، لذلك ها أنتم رأيتم نادي قطر قام بتغيير المدرب وحقق انتصارات، على ما أظن حقق في المباريات الأربعة الأخيرة 3 انتصارات، لم يخسر في 3 مباريات من 4. لذلك نحن على الورق لربما نكون المرشحون، ولكن المباراة صعبة. في السد نريد الفوز بهذه 3 نقاط للعودة للصدارة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكل عارف أن الفريق يعني طلع من خروج الأسيوية أثر عليه بشكل كبير. دائما الرتم نفس ما ذكرت في النقاط السابقة أن الأسيوية تختلف فرق كبير عن الدوري القطري. دائما يكون تركيز اللاعب على البطولة الآسيوية بشكل كبير لأن بطولة مهمة، وأتوقع كل العالم يشوف البطولة هذه. إحنا في الدوري يمكن ما كنا نقدم المطلوب منا، يمكن في بعض المباريات إذا أنتم شايفين اللي هي كانت قبل الآسيوية بجولة ولا جولتين تشوف الفريق يحاول قد ما يقدر انه ياخذ 3 نقاط من المباراة لا اكثر ولا اقل، اقل مجهود لانه يوفر طاقة للبطولة الآسيوية. الصدمة كنا عايشينها بعد الخروج من الهلال جات مع مباراة حيل، يمكن ما قدمنا الا نفس ما ذكر المدرب يمكن نص ساعة من الشوط الاول وكان لعب ممتاز، لكن ما حالفنا الحظ ان ناخذ 3 نقاط ونفوز في المباراه، كنا الاقرب يعني. اكيد مباراه قطر مباراه صعبه، الكل عارف اهميه المباراه، والفريق يعني مستعد صراحه بشكل يومي للمباراه، وان شاء الله نتمنى احنا نظهر بالصوره اللي كنا متعودين عليها في السابق اللي هي شخصيه البطل اللي هي نلعب فيها كل مباريات الموسم والبطوله الاسيويه ان شاء الله. أكيد زيارة يعني بالنسبة لنا أسعدتنا، أكيد يبين لك اهتمام الجهاز الإداري في النادي وعلى رأسهم رئيس النادي، أكيد هاي شيء كبير بالنسبة للعيبة، وإن شاء الله احنا حطينا على نفسنا عهد وإن شاء الله احنا راح نستمر في النتائج الإيجابية دام ان الدعم موجود إن شاء الله، ونتمنى ان يعني ان شاء الله احنا دائما في اكيد الموسم فيه يعني تعثرات، لكن اذا مشينا مباراه مبارتين ما راح نوقف ان شاء الله. طبعا المهاجم لا تقع على عاتقه فقط عملية تسجيل الأهداف، ولكنه من ضمن المجموعة. لو رأيتم بغداد بنجاح عاد كثيرا وساعد خط الوسط وخط الدفاع، كما أن بغداد يستطيع أن يفرض الضغط على مدافعين الفريق الآخر. أنا سعيد للغاية بما يقدمانه. ليس المهاجم محظوظا دائما، سنحت لنا العديد من الفرص سواء لأكرم عفيف أو حتى لبغداد بنجاح، ولكن للأسف هذه الفرص الحظ لم يكن مع هذان اللاعبان. بغداد بنجاح وأكرم عفيف من اللاعبين في قطر الذين يملكون إمكانيات عالية جدا ومهارات مميزة، لذلك أنا أعتقد أن المباريات القادمة سيسجلون فيها الأهداف ويعودون إلى طبيعتهم ألا وهي التسجيل. للأسف خسرنا مباراتان أمام الريان والدحيل، ولكن السد لا زال عائشاً، السد لا زال يتنفس وسيسعى لتحقيق هدفه في هذه البطولة ألا وهي درع الدوري العام والبطولات الأخرى.
طبعا هو يقول من الناحية الفنية السد نعم يتدرب ويلعب أيضا يقوم بمباريات كبيرة، رأيتم ذلك إلا في مباراة واحدة ألا وهي أمام الدحيل، لعبنا فقط 30 دقيقة، ولكن المباريات السابقة السد أدى أداء مستوى مميزا، حدث ذلك في مبارياتنا أمام الدحيل في دوري الأبطال وفي كأس الشيخ جاسم، كذلك أمام الهلال والنصر هنا على أرضنا. طبعا اللاعبون على أعلى المستويات ذهنيا، وبالطبع نحن نتحدث إليهم ونعلم بأنهم يعملون على فقد نسيان كل الهزائم التي تلقيناها كي نعود إلى مسار الانتصارات. طبعا هذا الموسم أعتقد أن فريق أن جماهير السد رأت أن فريقنا أحرز لقبا ألا وهو كأس الشيخ جاسم أمام فريق قوي هو الدحيل، كما أننا وصلنا إلى النصف نهائي، وأشكر الجماهير لأنها آزرتنا في كافة البطولات، أشكر الجماهير على هذه المؤازرة، وأعتقد أن الجماهير تعلم بأن الفريق يحتاجها وقت الشدة ووقت الفرح، لذلك أنا كمدرب جديد مع الفريق أعرف الفريق منذ 4 سنوات، وهذه الضغوط وهذه لربما الأحاديث من الجماهير تفيدني كي أستمع إليها وكي أستمع إليها اللاعبون، وإذا فنيا رأينا هناك بعض الأمور يجب تصحيحها نعم سنقوم بتصحيحها. الفريق لا يجب الضغط عليه، اللاعبين لا يجب الضغط عليهم، هم يتدربون طيلة الأسبوع، هم جادين في تدريباتهم، لذلك أعتقد أن الجماهير ستتفهم وضعنا، خاصة أننا عزمنا العقد على الفوز في المباريات القادمة للفوز بالدوري. بالنسبة لمباراتنا أمام نادي قطر، نحن نعلم بأنهم لم يخسروا المباراتان الأخيرتان، ولكن لن نغير من فلسفتنا، الفلسفة الهجومية وفلسفة الرغبة بالفوز أمام الفرق بغض النظر عن أسمائها. طبعا نحن أنتم تعلمون أن كرة القدم فيها الفوز والخسارة والتعادل أيضا، لقد لعبنا مباريات قوية أمام فرق قوية، أنتم رأيتم أن خسارتنا جاءت أمام فرق تنافس على الدوري ألا وهما الدحيل والريان، لذلك بالنسبة لي أنا أجهز لمباراة يوم السبت أمام نادي قطر، ولكن بالحديث عن المونديال هو شرف كبير لنا في السد أن نمثل الكرة القطرية ونلعب في مباريات المونديال. طبعا مباراتنا الأولى ستكون يوم 11-12 أمام فريق نوفا كالدونيا إنجن من بعرف شو اسم البلد، أوكي بطل أوقيانوسيا، سنلعب مباراة يوم 11-12 أمام بطل أوقيانوسيا، وبالطبع سنقوم بالتجهيز الخاص لهذه المباراة. فريقنا يستعد ومتحمس للغاية للمشاركة في هذه البطولة التاريخية، السد شارك فيها من قبل ولكن هذه بطولة يتمنى كل اللاعبون السد أن يشاركوا فيها. طبعا نحن سعداء بما نقدمه في الدوري، ولكن التحضيرات لهذه البطولة ستبدأ وبالطبع متحمسون لها ونتمنى لنا التوفيق فيها.